بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض نموذج من نماذج القراءة الاسترشادية. طبعا انتوا عارفين ان القراءة الاسترشادية دي قراءة حرة، بتيجي القطعة وبيجي عليها أسئلة، ومعظم الأسئلة بيبقى إجابتها من قلب القطعة، بس طبعا الكلمات خارج القطعة. انت بقى الكلمات بتجتهد انك انت تعرفها من سياق الجملة. تعالوا نقرأ مع بعض القطعة دي. وجد رامي برتقالة في منزله فلعب بها كأنها كرة، وقالت أمه: البرتقالة تتألم. ظهرت علامات التعجب على وجهه، فواصلت أمه كلامها: البرتقالة مخلوق مثلك، هل تحب أن يلعب بك أحد ويقذفك هكذا؟ فالله خلقها لنأكلها ونصنع منها العصير والمربى والقشر، يعطي رائحة جميلة للطعام، وتعطينا الفيتامينات والزيوت، وتمنع نزلات البرد. فاعتذر لأمه وقال: لن أفعل ذلك مرة أخرى. أجب عن الأسئلة الآتية: ألف، أكمل الجمل الآتية. كان رامي يلعب بالبرتقالة كأنها، طبعا أنا مش هجيب من دماغي، هرجع للقطعة وهلاقيها كأنها كرة. 2، قشر البرتقالة يعطي رائحة، برضه أرجع للقطعة ورأيه بيقول لي أن القشر يعطي رائحة جميلة للطعام. ب، اختر الصواب مما بين القوسين. مضاد كلمة جميلة أكيد هتكون قبيحة. معنى كلمة يقذفك أي يرميك. ج، أجب عن السؤال التالي: ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة. طبعا العنوان من اجتهادك انت، اي عنوان هتختاره بس يكون مناسب للكلام اللي موجود داخل قطعة القراءة الحرة. يعني مثلا انا اخترت فوائد البرتقال لان معظم القطعة بتتكلم على فوائد البرتقال، ممكن انت تختار اي عنوان تاني. ده نموذج القراءة الاسترشادية. هنكمل مع بعض قواعد نحوية ونعمل مع بعض القطعة الآتية. هناخد القطعة دي. الأم مصدر الحب والعطاء، تعطي بلا حدود وتتحمل التعب من أجل سعادة أبنائها. هنشوف هنا واحد بيقول لي الأم تعرب، طبعا دي ده اسم وتصدر بداية الجملة، وأي اسم يتصدر الجملة، يتصدر يعني يبدأ بيه، تبدأ بيه الجملة، أكيد أكيد حاربه مبتدأ، فحاربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 2، هنستخرج بقى مع بعض. أول حاجة جملة اسمية، طبعا عشان أفكر إن أنا أطلع جملة اسمية يبقى هطلع جملة بتبدأ بالاسم مش بالفعل. تعال نقطع السطر اللي هو مديهولي. لو قلت الأم مصدر الحب والعطاء، أدي جملة لوحدها اهي. تعطي بلا حدود، أدي جملة تانية. وتتحمل التعب من أجل سعادة أبنائها، أدي جملة إيه؟ تالتة. أنا لا هاخد جملة تعطي بلا حدود لأنها بتبدأ بالفعل، ولا هاخد جملة تتحمل التعب لأنها بتبدأ بالفعل. أمال هاخد إيه؟ هاخد أول جملة اللي هي بتبدأ بالاسم، وهي جملة الأم مصدر الحب. ركنيها أكيد الركنين الأساسيين للجملة الاسمية مبتدأ وخبر، فهاخد الأم مبتدأ وهاخد مصدر خبر. أما يقول لي بقى اديني جملة فعلية، أكيد هاخد الفعل والفاعل. أنا خدت الجملة بتاعت تعطي، وخدت الجملة بتاعت تتحمل، الأركان بتاعتها هاخد الفعل تعطي، أو لو خدت الجملة التانية هاخد الفعل تتحمل، لكن أما أجي بقى أدور أنا وأنتوا على الفاعل مش هنلاقيه مكتوب. هنلاقي تعطي، مين اللي يعطي؟ تتحمل، مين اللي يتحمل؟ الفعل مش مكتوب، بس مفهوم من خلال القطعة انه بيتكلم عن الأم. ما رجعش بقى كتب الأم تاني، فهقول عليه ايه؟ بنسمي الفاعل لما ما يكونش مكتوب وانا فاهماه من خلال الجمل، هقول ايه؟ الفاعل ضمير مستتر. ولو عوزت اقدره، اقدره يعني اقول تقديره، هو، هي، هم، هما، فأنا هقول هنا الفاعل ضمير مستتر وأقول تقديره هي، اللي هي مين؟ اللي هي الأم. لو جيت أستخرج فعل هياخد تعطي أو هياخد تتحمل، أي فعل منهم، وده أو ده نوعه مضارع.
لو جيت اخد حرف جر هياخد من وهياخد الاسم المجرور اللي وراه اللي هو اجل. هل في حرف جر تاني؟ اه في تاني، يعني هو بيقول لك بلا حدود، ما في حرف الباء اهو موجود، بس انا اخترت من اجل. السؤال الثالث، حول الجملة الفعلية إلى اسمية. يزرع الفلاحون أرض، هنحولها وتبقى الفلاحون يزرعون الأرض. وهنا بقى أنا عايزة أنبه معلش يا جماعة على نقطة مهمة جدا 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 ولازم تاخد بالك منها في الامتحانات. افرض هو الفعل يزرع ده، افرض هو أنا قلت يزرعون الفلاحون الأرض، الكلام ده ينفع؟ الكلام ده خطأ جدا 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 وما ينفعش ان احنا نقوله، لان ما فيش فعل بيجي في بداية الجملة واقوله بصيغة الجمع او بصيغة المثنى. يعني ما ينفعش اقول يزرعون في بداية الكلام، ولا اقدر اقول يزرعان في بداية الكلام، ولكن الفعل في بداية الجمل بيبقى على شكل المفرد. اما انت لو حبيت تجيبه على شكل الجمع ولا على شكل المثنى ممكن تجيبه في وسط الكلام. ماشي، يبقى هنا ما ينفعش اقول يزرعون، هقول يزرع الفلاحون الارض. دي معلومه انا بقولها لك، غير الحل بتاع القطعه طبعا، ان انا حولت الجمله الفعليه الى اسميه وخليتها الفلاحون يزرعون. شفت بقى يزرعون اما جبتها في النص يجوز ازاي ان انا اجيبها بصيغه الجمع؟ شفت بقى عملنا ازاي؟ ما قلتش بقى الفلاحون يزرع زي ما هي مكتوبه، لا قلت يزرعون الارض. ضع مكان النقط ضميرا للغائب في السؤال الرابع. هنقول اي ضمير غائب؟ كل ضمائر الغائب، هو، هي، هم، هما، هن. هاخد اي واحد منهم احطه في النقط، فهقول هنا رجال المستقبل يناسبها ايه؟ يناسبها هم. فتاتان سباحتان يناسبها ايه؟ يناسبها هما. نشوف قطعة كمان، القطعة بتاعت التاجر الصادق يكسب من حلال ويرضى بالربح القليل ولا يحتكر السلع ولا يغش الناس. اما اجي اعرب ما تحته خط هنلاقي التاجر برضو اسم وتصدر في بداية الجملة، يبقى هعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اما اجي اخد الخبر، يا ترى هاخد الصادق؟ ينفع اقول التاجر ماله ماله يبقى الصادق؟ مش هينفع. احنا يا جماعه علشان نعرف نطلع الخبر صح لازم امسك المبتدا واساله ماله او مالها او مالهم، هتديك الاجابه على طول على الخبر عدل. وبعدين هنا الصادق مش هتنفع لان فيها الف ولام، والخبر ما فيهوش الف ولام الا بعد الضمائر فقط. ماشي، يبقى انا هقول التاجر ماله يبقى امين، يبقى كلمه امين هتطلع معايا خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. هنستخرج بقى جمله اسميه وحدد ركنيها. هاخد جمله التاجر الصادق امين، والاركان بتاعتها اكيد اكيد هتكون انا قايلها لك فوق، ان التاجر هو المبتدا وامين هو الخبر. يبقى انت عندك كده الاركان موجوده. هنكمل بقية الاستخراج، هنطلع اسم، عندي التاجر وعندي الصادق وعندي أمين وعندي حلال وعندي الربح وعندي القليل والسلع والناس، يعني عندي كتير بس أنا أي خدت واحد بس كتبتها. في عندي حرف، خدت حرف من حلال، برضو عندي حروف كتير وأنا اخترت واحد. فعل، الفعل يكسب ونوعه فعل مضارع، أنا عندي يكسب بس عندي برضو كتير، عندي يرضى وعندي يحتكر وعندي يغش وكلها أفعال مضارعة. وما أجي بقى هنا في السؤال اللي بعده فعل وحدد فاعله، أنا كتبت كل أفعال القطعة، بس زي ما قلت سابقا في القطعة السابقة إن ساعات مش بيكتب الفاعل وأنا بعرفه من السياق. يعني أكتب هنا يكسب، مين اللي يكسب؟ أكيد بيتكلم عن التاجر بس ما راجعش كتبه تاني، يبقى هقول عليه الفاعل مستتر. يرضى، مين اللي يرضى؟ هو اللي هو التاجر، يبقى الفاعل مستتر. يحتكر، مين اللي يحتكر؟ هو برضه، يبقى برضه الفاعل ده مستتر. يغش، نفس الكلام، يبقى كل الافعال اللي جت عندي في القطعه دي الفاعل بتاعها ضمير مستتر تقديره هو.
رقم ج: هذا هو المواطن الصالح. اجعل هذه الجملة للمفردة المؤنثة مرة، ومثنى المذكر مرة، ولجمع المؤنث مرة. هنشوف المفردة المؤنثة، هنقول هنا هذه هي المواطنة الصالحة، المثنى المذكر، هذان هما المواطنين الصالحين، الجمع المؤنث هؤلاء هن. ها، عشان أنا عندي هؤلاء ممكن تمشي مع البنات ومع الذكور وإناث، بس حاجة عنده هو بقى فيهم للمذكر وفيهن للمؤنث، فأنا اخترت طبعا هؤلاء هن المواطنات الصالحين. ناخد قطعة كمان كده أخيرة، القطعة دي كمان: يخرج الناس في الصباح إلى أعمالهم فتكثر الحركة في الشوارع صباحا، وقد شاهدت العمال وهم يسرعون في الذهاب إلى أعمالهم، والتجار وهم يفتحون محلهم لبيع البضائع، وكلهم سعداء بيومهم الجديد. لو استخرجنا وقال لي استخرج، فعلا هستخرج يخرج، وعندي بقى حاجات كتير، وعندي تكتر، وعنده شاهدته، ويسرعون ويفتحون، وحاجات كتيرة وأفعال كتير. الفعل اللي أنا طلعته واخترته نوعه مضارع. الضمير اللي موجود عندي هم ونوعه غائب. حرف جر، هختار أي حرف من الموجودين أنا اخترت فيه، والاسم المجرور اللي وراه الصباح. اوعى واحد بقى يسألني يقول لي الله احنا مش بنقول الصباح ومساء وصباحا والحاجات دي ظرف. لا يا حبيبي، اللي هنا اللي كلمة الصباح جت قبلها حرف جر، وما اصبحتش ما استخدمهاش ظرف ولا حاجة، حول عليها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. اما بقى الظرف اللي موجود عندك هنا جاب صباحا، وجابها ايه؟ جابها منصوبة، هي عليها فتحتين لان انت عارف ان الظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فنوع الظرف اللي انا جبته نوعه ظرف زمين. الجمع اللي هجيبه انا اخترت اعمالهم. انا عندي بقى جموع كتير، عندي الشوارع، عندي العمال، عندي اعمالهم، عندي التجار، عندي محلهم، عندي سعداء، كتير جدا. فبس انا اخترت لك واحدة على سبيل المثال، وطلع نوع الجمع اللي انا اخترته جمع تكسير. اما بقى هو عايز فاعل، علشان انا استخرج فاعل اكيد اكيد مش هجيب اسم قبلي، اكيد هجيب فعل قبلي، لان الفاعل لا يوجد الا في الجملة الفعلية، واحنا قلنا ان الجملة الفعلية ركنيها فعل وفاعل. واوعى حد يقول لي ان من اركان الجملة الفعلية مفعول به، لان المفعول به ده من مكملات الجملة الفعلية وليس من اركانها. المعلومة دي ضرورية، علشان في ولاد كتير بيعتقدوا ان من اركان الجملة الفعلية فعل وفاعل وكمان المفعول ركن. لا، المفعول به مكمل، لكن الاركان الاساسية فعل وفاعل. عشان اجيب الفاعل لازم ابحث عن الفعل الاول علشان اشوف الفاعل بتاعه فين. فانا ببص كده في القطعة لقيت اول حاجة يخرج، ده فعل فمسكته، قلت مين اللي يخرج، سألت نفسي مين اللي بيخرج، لقيت الإجابة الناس، يبقى دي فاعل، يبقى كده أنا طلعت الفاعل الناس. وبكده أكون عملت لكم قطع من النحو، وأرجو إن أنا أكون استوفيت شوية مراجعات كده، ونكمل مع بقية الزملاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.